يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، البعض يقول بأن هناك صفات تثبت أو تثبت بالإجماع المجرد وليس لها دليل على ثبوتها من الكتاب والسنة، بل دليلها الإجماع فقط، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، ولا أحد قال هذا من أهل العلم المعتبرين. صفات ما تثبت إلا بالكتاب أو السنة، فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وصف الله بغير ما في الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم.